لا يمكن وصف ما يحصل في زيارة 40 الإمام الحسين عليه السلام بكلمات بسيطة، فما يحصل هناك يكاد يكون إعجازاً، بل المعجزة نفسها في زمن لا معجزات. في الحالات الطبيعية، إن استضافة الحكومات مهما بلغت ميزانيتها لملايين الأشخاص في مدة قصيرة وتأمين كافة احتياجاتهم الأمنية والغذائية وسواها، تحتاج ترتيبات مسبقة وخطط ومهندسين وخبراء تنظيم على أعلى المستويات، لكن كل ما تقدم جعله خدام الإمام الحسين عليه السلام أمراً سهلاً يسيراً. على طول الطريق الممتد إلى كربلاء المقدسة، ترى مواكب خدمة الزائرين تتنافس فيما بينها لتقديم الخدمة الأفضل والتعامل الأمثل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. مأكل ومشرب ومبيت وعناية طبية، كلها في آن متأهبة لخدمة الزائرين. خدام من كافة الأعمار، أطفال يجلسون على جانبي طريق الجنة المخصص للزائرين، يحملون على رؤوسهم أواني الطعام يقدمونها بكل حب واعتزاز. شباب بكامل العز والتواضع يجلسون على الأرض، تاركين غرور الدنيا ومنشغلين في تنظيف أحذية الزائرين وتدليك أقدامهم. لا يدخر المتطوعون لخدمة زوار سيد الشهداء عليه السلام جهدا ولا موارد إلا واستثمروها تعبيرا عن حبهم وولائهم لإمامهم الحسين عليه السلام وتعظيما لذكراه، وهم يشعرون بالتقصير مهما بلغ العطاء.